بنواصل دراستنا من قرية الناصرة وحديث في هذه الحلقة عن ظهورات المسيح التي تؤكد مصداقية دعوة المسيح وتؤكد طبعا على لاهوته. قام في اليوم الأول يوم الأحد صباحا باكرا، ظهر لمريم المجدلية وأيضا ظهر لتلمذي عمواس، وكانت ظهورات وحركة قوية وكثيرة. لكن في مساء ذات اليوم ظهر لعشرة من التلاميذ وكانوا في العلية. طبعا أنا في قرية الناصرة، في هيك بتشبه العلية غرفة كبيرة، بس حبينا نورجي شكل الغرف في أيام المسيح كنموذج أو كنسخة من هذا الموضوع. ومكتوب كانت الأبواب مغلقة وكان معاد وجبة العشاء وكانوا طبعا خايفين من اليهود. فجأة بغير توقع ظهر يسوع للتلاميذ في العلية. طبعا نحن نعلم أن جسد يسوع المسيح لا تحد مسافات، طبعا الجاذبية مش ممكن تمسك فيه، ولا أي قوانين كيمياء أو فيزياء، لأنه في قانون آخر أقوى من هذه القوانين. فالمسيح مشى على الماء، صعد حيا إلى السماء، والآن نراه أنه يدخل والأبواب مغلقة بسبب الخوف من اليهود.